الله أكبر، مدرسة الزبدان الثالث المحدثة للبنات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله أكبر، انظروا ماذا حل في المدارس. انظروا ماذا حل في المدارس في عهد بشار الأسد. الله أكبر، مدرسة الشهيد إبراهيم أبو ديب. انظروا ماذا حل بها في عهد بشار الأسد. الله أكبر، ما هو الدمار الذي خلفته عصابات الأسد بالنسبة للمدارس والثانويات؟ ما هي أعلامهم؟ هم دمروها وهم مزقوها. الله أكبر، الله أكبر، معهد أجيال المستقبل للغات والعلوم، انظروا ماذا حل به في عهد بشار الأسد. الله أكبر، انظروا ما تحل في المدارس في عهد بشار الأسد. انظروا إلى حجم الدمار التي خلفته عصابات الأسد بالنسبة إلى المدارس في مدينة الزبدان. الله أكبر،
ما هي أحد القذائف التي نزلت على هذه المدرسة؟ وهنا أيضا تم إلقاء إحدى البراميل المتفجرة التي ألقيت على مدينة زبدان. الله أكبر، ما هي مقاعد الطلبة؟ الله أكبر، مدرسة شريف الإدريسي. انظروا ماذا حل فيها في عهد بشار الأسد. انظروا هذه الكتابات، البعث طريقنا. الله أكبر، إنهم يكتبون الكتابات ويمحونها بأنفسهم، وهم يدمرون المدارس التي بنوها. الله أكبر، الله أكبر، انظروا ماذا حل في المدارس في مدينة زبدان في عهد بشار الأسد.
الله أكبر. هم دمروا المدارس. هذا هو عهد بشار الأسد، يقوم بقتل الأبرياء والتدمير وقتل الأطفال والنساء. الله أكبر. انظروا إلى اسم هذه المدرسة، وانظروا ماذا فعل بها بشار الأسد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مدرسة الأخضر العربي، انظروا ماذا حل في هذه المدرسة في عهد بشار الأسد. الله أكبر.